بعض الروايات الدنيا قنطرة، هذا جسر، واحد يروح شايفين على الجسر يبني بيته، هذا مو مكان بناء البيت، هذا ممر، هذا مو مقر. الدنيا ممر لا مقر كما ورد في الحديث. في حديث آخر: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. القنطرة مو مال العمارة، واحد يعمرها يبني بيت فوق الجسر، وإنما يجب أن يعبر. هذه الدنيا إنما جعلت قنطرة، مكان امتحان، قاعة امتحان، نجي نؤدي امتحاننا، ننجح إن شاء الله أو يفشل البعض والعياذ بالله، وبعدين لازم نطلع.